اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين. أمطار غزيرة على منى يوم الأحد الخامس من شهر ذي الحجة عام 1441. أمطار غزيرة ولله الحمد والمنه. أسأل الله العظيم أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يعيد الحجاج إلى هذه البقاع. أسأل الله أن يعيد الحجاج عاجلا غير آجل، سالمين غانمين يا رب العالمين، وأن يرفع عنا الوباء. الله يرفع عنا الوباء يا رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله، أمطار غزيرة الحمد لله. ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم بارك، اللهم بارك. أمطار الخير والبركة تهطل على مدينة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم. اليوم يوم السبت الرابع من شهر ذي الحجة لعام 1441 من الهجرة النبوية الشريفة. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم اجعلها أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد. سبحان الله يا أخوان، درجة الحرارة في مثل هذا الوقت لا تقل عن 40 درجة. اللهم بارك، فجأة نزول مفاجئ. يعني أنا كنت ألاحظ درجة الحرارة عندي في السيارة هنا، انظروا درجة الحرارة 26، نزول مفاجئ. سبحان الله، اللهم بارك يا رب. اللهم كما بردت علينا هذه الأجواء، برد علينا في قبورنا. ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. الآن متوجهين باتجاه المسجد النبوي الشريف. هذه الأجواء، الحمد لله رب العالمين، لم نرى هذه الأجواء منذ شهور. سبحان الله، اللهم زد وبارك، اللهم زد وبارك. اللهم كما أغثت بلادنا بالأمطار فأغث قلوبنا بالإيمان. لا تنسوا إخواني الكرام أننا نحن الآن في أيام فاضلة، فأكثروا فيها من الدعاء والذكر والأعمال الصالحة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لعمل الخير. اللهم آمين. ما شاء الله تبارك الرحمن، لازلنا في طريق السلام. الأجواء الرائعة، اللهم بارك. هذا المسجد النبوي الشريف، وهذه هي المنائر تظهر وتلوح في الأفق من خلف هذه الفنادق. هذه المنطقة المركزية في جنوب غرب المسجد النبوي الشريف.
هذه هي المنارة، أو عفوا الأمارة، أمارة منطقة المدينة المنورة. فرحة أخطأت ما شاء الله. هنا العنبرية، اعذروني اليوم التصوير ربما سيء لأني أصور من الجوال غير معتاد. جادة، منطقة جادة قباء، لا يزال يوجد مشاريع في هذه الجهات، هذه منطقة الجادة، وهذه أسواق التمور طبعا هدمت، أظن يعني إعادة إعمار المنطقة بشكل جيد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك، تبارك الرحمن. ندخل الآن إلى المواقف، انظروا إلى الماء كيف ينزل من الأعلى إلى الأسفل. ما شاء الله، نوقف التصوير قليلا ثم نعود إليكم. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه هي الأجواء من هنا، من هذه الرحاب الطيبة المباركة. اللهم بارك اللهم بارك، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. لا تزال الأمطار تهطل، ما شاء الله. من السنة التعرض لمياه الأمطار. ما شاء الله، أعتذر مجددا على سوء التصوير. أو لعدم دقة التصوير. هذا هو طريق السلام، بالمناسبة أحد الإخوة كان يسأل لماذا سمي بطريق السلام، لأنه يؤدي إلى السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك سمي بطريق السلام. ما شاء الله، انظروا هذه الساحات الجميلة. اللهم بارك اللهم بارك. لعلي أقلب الكاميرا. سبحان الله، المياه، هذا طبعا غبار، كان غبار في البداية، كان عجج كثيف، ثم نزلت الأمطار فأصبح الماء بهذا اللون، أقرب إلى اللون الأحمر أو البني. انظروا إلى جدران المسجد النبوي الشريف كيف تبللت بالأمطار. يا رب اجعلها أمطار خير ورحمة يا رب. الله عز وجل أن يفرج عنا وعن المسلمين أجمعين. اللهم أزل عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل. اللهم أزل عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.
أهدي كل واحد منا سبله، اللهم أعطي كل واحد منا سبله. اللهم إن لنا إخوانا يشاهدوننا من شتى البلدان ولهم حوائج، اللهم اقضها لهم، اللهم يسر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله تبارك الرحمن.